أن زيد بن الحسن عليه السلام قد شاحن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في إرث أبيه الحسن، وهكذا عاضد ووشى الإمام الباقر عند هشام بن عبد الملك خليفة ذلك العصر، فتواطأ معه إلى أن وصل إلى حظه الأردى بأن سمى الإمام عليه السلام. تقول الرواية: دفع إليه هشام بن عبد الملك سرجا كان قد فركه بسم قتال، أسرجه لإمامنا الباقر عليه السلام، فلما أن جاء إمامنا الباقر ليركب ذلك السرج التفت إلى زيد وقال له: يا زيد اتق الله، فإنك تكاد أن تأتي بشيء عظيم، إن الله تعالى يجري على يديك الشر، نعوذ بالله من ذلك، وإني لأعلم الشجرة التي نحت منها هذا السارج، فاتق الله يا زيد. فكأنه لم يسمع أسرج إلى إمامنا عليه السلام. أجركم الله شيع موالين، ركب إمامنا على ذلك السارج فنفذ السم إلى بدنه الشريف، فما نزل عنه إلا متورما، ألم المناد وإماما وسيدا وبس ما ركب ذاك السرج والقلب مألوم، بس ما ركب ذاك السرج والقلب مألوم، ما نزل ولا الجسد نفذت بيه السموم، وبقي على فراش يا ويلي ودنايل محتوم، والتفت لابن الصادق بعبرة جرية قال له: يا والي الدين من للإسلام حامي، ولدي إلي إلي، قال لي: يا والي الدين للإسلام حامي، انت يا بعد الروح تتقدم قدامي، تولى أموري والجفن يا ابني احرامي، وانت الخليفة اللي انتهت لك الوصية. اجركم الله شيع موالي، بقي امامنا الباقر عليه السلام على هذا الحال ثلاثة ايام. الله اكبر، شقد هذا السم فتاك، شقد هذا السم قتال، حتى ما أمهل إمامنا الباقر عليه السلام إلا ثلاثة أيام من الدنيا، ألم المناد وإماما.
ومسموما. ظل إمامنا ثلاثة أيام يتقلب على فراش المرض يأن أنينا يقطع القلوب حتى شحب جلده وتغيرت ألوانه. يقبض يمينا ويبسط شمالا يقول إمامنا الصادق: فدخلت عليه في الليلة التي قبض فيها وهو يناجي ربه، فلما التفت إلي أومأ إلي أن تأخر فتأخرت، فلا زال يناجي عندما التفت إلى إمامنا الصادق وقال له: ولدي، إنها الليلة التي سوف أقبض فيها. فنادى إمامنا الصادق: وأبتاك وضيعتاك. جلس الإمام الصادق كأني به وقد وضع رأس الإمام في حجره، فلا زال على هذا الحال حتى تصاعدت أنفاسه كأني بالإمام الباقر وهو يقول: ولدي يا أبا عبد الله، وجهني إلى القبلة. فنادى إمامنا الصادق: وأبتا ومسموما، آجركم الله شيع موالين. عندها وجهه إلى القبلة فتثاقلت أنفاسه، فلما حان حينه رشح جبينه وسكن أنينه. تشهد الشهادتين، أطبق أفاه، تدلت رقبته وفاضت روحه المقدسة. ألم المناد وإماما وسيدا، وأدى الشهادة وعراق يا وصف جبينه، وبطل ونينه واسبلش ماله ويمينه، وعند الفراق اشبحت للأولاد عينه، فارقت روح الجنة الخلد العلية، وصارت الضجة بالمدينة من الصباح ومن الأرامل واليتامى والمساكي، جدد على بيت النبوة فجعة الدين، فرت بدهشة من الخدور كل هاشمية. وإمامه وسيده، ساعد الله قلب أبي عبد الله الصادق الذي صار يقلب جسده وهو جثة مدى بلا حراك على المغتسل، وهو ينادي: وأبتاه ومسمومه. هكذا إلى أن غسله وحنطه وأدرجه في أكفانه، جعله على الشيال. تصور وياي، اجتمعت النساء والرجال من أهل بيت النبوة يوم شافوا الإمام قد حمل على أكتاف الرجال، ضجوا ضجة واحدة: وإماما. الله ياهي ضيعاه، الله ياهي كسيرا، الله يساعد بنات الرسالة. وهم يشوفون إمامنا الباقر جثة آمدة يودون إلى رسول الله، يجدد به عهد.
الله يساعد إمامنا الصادق. ها ويا ساعة التوديع يا من شقت جيوب وشعور منشورة وكم ذابت من قلوب قصدوب نعش المصطفى وصاحوا يا مهيوب شبلك قضى مسموم من نستخبر الحق طافوا بالعشق على قبر رسول الله ثم توجهوا بقي إلى ناحية البقيع إلى جنب قبر الحسن والسجاد كأني بالإمام الصادق وقد نزل في ملحودته بينما هم كذلك وكأني بصوت الأنين والبكاء إي صوت امرأة وهي تنادي وولداه مرت نادي ومسمومه مرت نادي وذبيحه فهي في قبرها تقيم عزاء لهم لم يزل ليوم المعاد شالوا بنعش للبقيع شبول وسباع مروا بتابوته على مكسورة الأضلاع سمعوا ونين أم البتول باطن القاع نادي يا خلق الله انشعاب قلبي بزفيرة كشفوا لحد عني أبطلع على ابني اليوم قطعوا كبدي مثل كبد بحر الاسمو وأنا يا شيعة في عزاء جده المظلوم أبكي على اللي جثته ظلت عفيرة ألم المناد وحسينا نزل إليها الباقر الباقر عليه السلام يقول أنا كنت كان لي 4 سنين في كربلاء وإني لأذكر ما نالنا في ذلك اليوم يقول يعني ما نسيت ذيك الصور كلها في قلبي مطبوعة الآن ينزل إلى الزهراء في البقيع وإيش تتصور الزهراء وياه وإيش تقول له فاطمة ولدي يا باقر أنت كنت طفلا صغيرا في كربلاء مع جدك الحسين ولدي أخبرني ما جرى على الحسين في كربلاء خلي أسمعها من واحد حضر وياهم خبرني يا ولدي وإيش جرى على جدك الحسين وإيش شافت عينك قال هيا يما لا تنشدين في كربلاء وشافت العين عن ويش يا زغرة تسألين سبي النساء لو ذبحت حسين أماه يا فاطمة أنا عاينت أهوال كثيرة أجساد يا يما عفيرة عاينت بعد وقت الظهيرة الحسين مضلوع الكسيرة وحسينة
ماه يا زغرة وانا يا يما بعدي صغير شفت الولم عفرين تعفير ومكسرين عظام تكسير. هذا كله شفته قدام عيني يا زهرة. بعد وش تبغين اقول ليش يا فاطمة تتحملين هالمظهر؟ تتحملين اقول ليش هالمنظر يا امه؟ صاحت تقول يا ولدي ويش بعد شافت عيناك؟ قال لها زهرة صدر بن عال الطاغية مداس. صدر بن عال الطاغية مداس شالوا على راس القنا الراس. اسمع شفته وشفت هم راس عباس يتلاقى فونه وتضحك الناس. كسروا صدر حسين بالخيل وسمعت زينب تصرخ بويل والدمع يجري منها كالسيل واستوحشت منها ود الليل. أنا ضيعني ابن أمي خلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد. يمي قريبة عني ايش دعوة يا علي ما تنجف زينب ويا غنساوي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال وأمست اليوم واليتامى عليها. يا لعمري تصدق الأنذال يا الله تقبل منا شافي مرضانا فك أسرانا اقضي حوائجنا.